فقدت الساحة الفنية المغربية الفنان محمد عاطفي الذي وفته المانيا مساء يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 بعد صراع طويل مع المرض. وأكد الفنان رشيد الوالي أن محمد عاطفي أسلم الروح لبارئها بعد دخوله المستشفى بدقائق، وهو الأمر الذي أثر فيه وخلق له حالة صدمة. نعى الفنان رشيد الوالي الفقيد عبر حسابه بالفيسبوك، حيث نشر صورة تجمعه بالراحل معلقا عليها: توفي قبل قليل المخرج والأب الروحي لي شخصيا محمد عاطفي بعد دخوله المستشفى بدقائق، وأضاف: إن لله وإن إليه راجعون. معذرة، لن أتكلم أكثر، فصدمتي كبيرة وسوف أعود للحديث عنه لاحقا. عزائي لعائلته الصغيرة والكبيرة، ويكفي أن أقول رحل مبدع ومخرج مسلسل سرب الحمام، إن لله وإن إليه راجعون. أما عن النقابة المهنيين للحماية والدعم الفنان، كتبت: علمنا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المشمول بعفو الله المرحوم الفنان المغربي المخرج والممثل القدير محمد عاطفي. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم النقابة المهنية لحماية والدعم الفنان إلى أسرة الفقيد بأحر التعازي، راجين من الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فاسح جناته، ويلهم أسرته الكبيرة والصغيرة وذريته الصبر والسلوان. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب في القناة باش يوصلكم دائما الجديد.